يلا قول حالك يا ابو حسان حالك يا زلمه تعبان حالك يا ابو حسان حالك يا زلمه تعبان جنك يا اخوي عيال جنك يا اخوي حيران وك هالمرة اتعبتني مع اهلي مشكلتني هالمرة اتعبتني مع اهلي مشكلتني بالديون غرقتني لا تكوى ولا ايمان خير ان شاء الله شو اللي صار حتى اصبحت محتار خير ان شاء الله شو اللي صار حتى اصبحت محتار اتخلى عنك الجار انفضحت بين البلدان الله يكون بعوني عهالمارة المجنوني الله يكون بعوني عهالمارة المجنوني والعالم حاربوني وحتى اهلي والجيران انا علي اياك تلوم نصحتك من اول يوم علي اياك تلوم نصحتك من اول يوم قلت اللي ما حد بلوم ومشيتها مثل الغزلان او صدقني يا احلى جار حياتي جحيم ونار صدقني يا احلى جار حياتي جحيم ونار خلتني مثل المسمار مثل عود الخيزران زوجاتي بنت الاداب واهلها جماعة طياب مارتي بنت الاداب واهلها جماعة طياب ما بتطلع من برا الباب الا باذني يا ابو حسان ولك مرتي بطل الحارة ما خلت ولا جارة مرتي بطل الحارة ما خلت ولا جارة كل يوم دوش وعصارة مع اهلي ومع الجيران ربت لي والله ولادي على درب المبادئ ربت لي والله ولادي على درب المبادئ ادعو يا رب العبادي تحفظها طول الزمان ام حمرا ومبودرة والفين حق الكمطرة حمرا ومبودرة والفين حق قلت لها شو يا مرة قالت اسكت يا ابو حسان لك مراتي بنت الاصول امبارح طبخت لي مفتول مراتي بنت الاصول امبارح طبخت لي مفتول ما بحتاج اني اقول يا مرة اني جيعان وطالع نازل هاتي فلوس خلت لي بطني ممغوص طالع نازل هاتي فلوس خلت لي بطني ممغوص بيض وطبخ خيار مكبوس عشاي طول الزمان او اولادي مؤدبين من كتاب الله حافظين واولادي مؤدبين من كتاب الله حافظين بدهم بنت الغانمين بتمشي عدروب القران وخربت لي هالولاد سلختهم سلخ الجلاد خربت لي هالولاد سلختهم سلخ الجلاد ادعو يا رب العباد ياخذها وماني زعلان افكارك لا تسوقها على حبالي تعلقها هذه الماره طلقها يا وسيبك من هيجا نسوان شو رايكم نطلق؟ انتوا معانا ولا مش معانا؟ نطلق خلاص اه جاهزين؟ وفعلا هذا اللي حدث قلت لها طالق ثلاث فعلا هذا اللي حدث قلت لها طالق ثلاث خذ البيت مع الاثاث وعفراقش ماني زعلان الله صيحه يا حاضرين نصيحه يا غانمين ابحثوا عن ذات الدين وهيك امرنا الرحمن